بسم الله الرحمن الرحيم، ألف الصلاة والسلام على حبيبنا محمد. سبق وأن تحدثت في عدد من المحاضرات الفيديوية عن مبدأ عمل السونار أو السونوغرافي أو التصوير بالموجات فوق الصوتية وأنواع أجهزة التصوير بالموجات فوق الصوتية وأنواع أجهزة دوبلر الملونة. في محاضرة اليوم سأتحدث عن التطبيقات الطبية والعلاجية للموجات فوق الصوتية Medical and Therapeutic Applications of Ultrasound. المتحدث دكتور محمد البدري، رئيس قسم تقنيات الأشعة في كلية دجلة الجامعة. إذن الجزء الأول سأتحدث عن التطبيقات الطبية للموجات فوق الصوتية. أولا، تشخيص أمراض القلب والأوعية الدموية المختلفة Cardiovascular المتضمنة الشرايين والأوردة، ومنها قياس سرعة تدفق الدم في الأوعية الدموية المختلفة كالشريان الأبهر النازل باستخدام مسبار جهاز دوبلر ملون بدون أي تداخل جراحي. نلاحظ هذه الصورة للقلب، المسبار موجود في هذا المكان، فمن خلال حساب سرعة تغير تردد حجم كمية معينة من الدم يمكن تحديد سرعة الدم. لاحظ السرعة من 40 سنتيمتر بالموجب إلى ناقص 40 سنتيمتر بالثانية وتحديد اتجاهه، فبحيث إذا كان تدفق الدم باتجاه المسبار يكون لوني أحمر، ومثل ما نلاحظ بالنسبة للبطين الأيسر يكون لوني أحمر، وإذا كان تدفق الدم بعيدا عن المسبار يكون لونه أزرق، ومثل ما نلاحظ صورة الأذين الأيسر باللون الأزرق. إذن استخدام دوبلر أيضا عبر الجمجمة، وذلك لقياس تدفق الدم في الشرايين أو في شرايين الدماغ، وتقييم وظيفة صمامات القلب مثل التضيق أو قصور عضلة القلب وقوة تقلص عضلة القلب وكشف التضخم في القلب أو التوسع في البطينين أو الأذينين وكشف أو تشخيص أمراض القلب الأخرى. التطبيق الثاني هو تشخيص أمراض الجهاز الهضمي، نذكر منها تشخيص أمراض البطن مثل البنكرياس والكبد وحصى المرارة وحصى الكلى والتهاب المرارة والتهاب الأمعاء والقنوات الصفراوية وأمراض الكليتين والطحال أو التهاب الزائدة الدودية أو المصران الأعور، كما يستخدم داخل الشد باستخدام البيريوم أنيما بشكل خاص في جراحة القولون والمستقيم. التطبيق الثالث وتشخيص أمراض النساء والتوليد، تستخدم مسابير خاصة لهذا الفحص عبر جدار الحوض، يكون على شكل سطح منحني بالإضافة لاستخدام المسبار المهبلي في فحص الجهاز التناسلي الأنثوي عند النساء وفحص الرحم فحص الرحم والمبيضين وقناتي فالوب بالإضافة إلى المثانة. نلاحظ هذه تمثل الصورة هنا، صورة الجنين، صورة ثنائية الأبعاد لجنين داخل الرحم باستخدام شدة الإضاءة البرايتنس، وهنا الصورة الأخرى صورة ثلاثية الأبعاد لجنين عمره 29 أسبوع. إذن تصوير الجنين أثناء فترة الحمل يستخدم بشكل واسع أثناء الحمل لمتابعة تطور الجنين في تحديد عمر الحمل، تحديد موقع الجنين داخل الرحم أم خارجي، تحديد موقع المشيمة بالنسبة لعمق الرحم، ومعرفة عدد الأجنة في حالة الحمل المتعدد، والكشف عن التشوهات الجسدية الكبرى للجنين وتقييم صحة ونمو الجنين والتحقق من حركة الجنين ونبض القلب وصحة الجنين مثل ما ذكرنا، وتحديد جنس المولود فيما إذا كان ذكرا أو أنثى. خامسا، تصوير الأطفال حديثي الولادة مثل ما لاحظ هذه الصورة، هذا الطبيب الأشعة أو طبيب السونار وهذا الطفل وهذه والدة الطفل، فإذا يصور
يمكن استخدام دوبلر لتصوير الجمجمة للأطفال حديثي الولادة، حيث يوضع المسبار على البقع الطرية اللي نسميها بالعامية اليافوخ في الجمجمة، وذلك لتقييم التشوهات البنيوية الدماغية أو النزف أو تضخم البطينين أو أمراض الدماغ. والجزء الآخر يستخدم عادة الألتراساوند في علم التخدير، يستخدم التصوير بالموجات فوق الصوتية في التخدير لتوجيه الإبرة، إبرة عند حقن المريض بمحلول التخدير الموضعي بالقرب من الأعصاب. وكثيرا ما يستخدم أطباء التخدير بوضع مسبار دوبلر عبر الجمجمة للحصول على معلومات حول قياس سرعة تدفق الدم وسرعة تدفق المادة المخدرة في الأوعية الدماغية. استنادا للجنة الأوروبية لسلامة الأمواج فوق الصوتية، يجب إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية أو الفحص بالسونار حصرا بيد أطباء كفاء لديهم الخبرة الكافية على استخدام السونار ومطلعين على التحديثات العلمية المتعلقة بالسلامة المهنية. قد تؤدي الموجات المستخدمة في التشخيص إلى ارتفاع في درجات حرارة الأنسجة إلى مستوى قد يكون مؤذي للأعضاء الحساسة للجنين، وتم ملاحظة هذه التأثيرات البيولوجية غير الحرارية عند الحيوانات فقط، ولكن لحد الآن لم تظهر أي آثار من هذا القبيل عند الإنسان أو عند البشر. الجزء الثاني هو العلاج بالموجات فوق الصوتية ultrasonic therapy وطرق العلاج الفيزيائي بالموجات فوق الصوتية. لا تحتاج إلى وقت طويل مثل الرنين المغناطيسي ولا القدرة على اختراق الجلد والوصول إلى مناطق الألم. هناك نوعان من العلاج الفيزيائي بالموجات فوق الصوتية، أحدهما تحت تأثير الحراري والآخر بدون أي تأثير حراري. إذن أولا العلاج الفيزيائي بالموجات فوق الصوتية غير الحراري بدون استخدام حرارة. أولا العلاج الفيزيائي بالموجات فوق الصوتية غير الحراري هو استخدام الموجات الصوتية في تفتيت حصى الكلى والمرارة. هي عبارة عن طريقة غير جراحية، يتم تحديد موقع الحصى أولا، ثم يتم توجيه الموجات فوق الصوتية بطاقة عالية جدا أو تسمى أحيانا بموجات الصدمة من خارج الجسم، ويتم توجيهها باتجاه الحصى، وذلك بإحداث اهتزازات قوية، وتعمل على تفتيت الحصى إلى فتات صغير جدا يمكن أن تخرج هذه الفتات الصغيرة من خلال البول عن طريق الحالبان. وتستغرق هذه العملية وقت من 45 دقيقة إلى 60 دقيقة، ويمكن أن تسبب أحيانا ألما معتدلا، لذلك قد يتم إعطاء المريض الدواء المناسب لتقليل الآلام، وقد يحتاج المريض إلى عدد من الجلسات. يستخدم أيضا في تنظيف الأسنان، ويستخدم في شفط الدهون، حيث تقوم موجات فوق الصوتية بتكسير الشحوم والتخلص منها واستئصال الأورام الدماغية أو غيرها من الأنسجة بدون أي تداخل جراحي. أما بالمجالات الحربية تستخدم الموجات فوق الصوتية في الكشف عن الألغام الأرضية، وأيضا سادسا استخدام موجات فوق الصوتية في الصناعة، وذلك من قياس المسافات بين الأجسام من انعكاس الموجات فوق الصوتية باستخدام قانون المسافة، والذي يساوي سرعة موجة الصوت، والتي تعتمد على النوع الوسط في الزمن الكلي ذيابا وإيابا مقسوما على اثنين، وتقدير عمق البحار والمحيطات والكشف عن التجمعات السمكية والجبال الجليدية في البحار والمحيطات، وفحص لحام
المعادن والمسبوكات، حيث يتم تسليط الموجات فوق الصوتية باستخدام أجهزة خاصة لقياس شدة الموجات المنعكسة، وبالتالي يمكن كشف عن المناطق التي لم يكتمل لحامها جيدا أو التي تحتوي على بعض الفقاعات الهوائية، ويمكن تستخدم في تعقيم المواد الغذائية. ثانيا، ناقشنا العلاج الفيزيائي بدون أي تأثير حراري. الجزء الثاني هو العلاج الفيزيائي بالموجات فوق الصوتية الحرارية، وذلك يتم من خلال استخدام ترددات مختلفة. في حالة استخدام 1 ميجا هرتز لعلاج الأمراض أو الالتهابات على عمق أكثر من سنتيمتر واحد، لأن كل ما يكون تردد قليل الاختراقية تكون أكثر. وبالنسبة للتردد كان في حدود 3 ميجا هرتز يستخدم لعلاج الأمراض القريبة من السطح بحيث لا تتجاوز عمقها عن سنتيمتر واحد. تساعد عملية تسخين الأنسجة والألياف العميقة في الجسم على زيادة مرونتها باستخدام الترددات على 1 ميجا هرتز أو 3 ميجا هرتز على زيادة التروية العضلية عن طريق زيادة نشاط الدورة الدموية أو زيادة ضخ الدم في أوتار العضلات أو التواء الأربطة أو التهاب المفاصل وعلاج تيبسها، مما يساعد في عملية الشفاء العاجل. أيضا تقليل آلام أنسجة الجسم وزيادة تمدد العضلات والأوتار وتقليل الشد العضلي وعلاج آلام العمود الفقري سواء كانت في فقرات الرقبة أو الانزلاق الغضروفي في أسفل الظهر. نلاحظ هذه الصورة تم استخدام موجات فوق الصوتية لعلاج الفقرات الرقبية أو الفقرات اللي قريبة من الرأس. تقليل آلام الكتف قبل إجراء تمارين الحركة. قد يلجأ أخصائي العلاج الطبيعي إلى استخدام موجات فوق الصوتية على زيادة تمدد الأنسجة، زيادة نشاط الدم في هذه المنطقة حول الكتف قبل إجراء تمارين الحركة، وهذا ما يساعد على التحسن أو تحسين قدرة الكتف على الحركة. ويستخدم العلاج الفيزيائي أو يستخدم العلاج الفيزيائي الموجات فوق الصوتية بكثرة في عيادات الطب الرياضي، وخاصة أنها أثبتت كفاءة عالية في علاج تمزقات العضلات التي يتعرض لها الرياضيون أثناء ممارسة الرياضة مثل كرة القدم والتنس والسلة والطائرة ورمي الرمح. هذه أهم المصادر اللي تم استخدامها في محاضرة اليوم، وشكرا لإصغائكم. وإذا أعجبكم الفيديو واستفدتم منه اعملوا مشاركة للقناة.